كشف وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن عدم الاتفاق على الضمانات التي يطالب بها الكيان الإسرائيلي هو السبب لعدم التوصل إلى اتفاق في مفاوضات جنيف النووية مع إيران. وأكد كيري تصميم واشنطن على التوصل لاتفاق جيد يوفر هذه الضمانات. نحن مصممون على أن يكون هناك اتفاق جيد أو أن لا يكون. الأمر لم يكن سهلا، لهذا السبب لم نتوصل إلى اتفاق في جنيف، لأننا نحاول أن نكون متحدين لنصل إلى الضمانات التي تطالب بها إسرائيل. نحن لسنا عميا، ولا أعتقد أننا أغبياء في التعامل مع إيران، بل نحن قادرون على التصرف بطريقة تخدم مصالحنا ومصالح حلفائنا مثل إسرائيل ودول الخليج وغيرها من دول المنطقة. لدينا عدد من أكثر الخبراء تجربة وجدية، ممن قضوا حياتهم في التعامل مع إيران ومع الأسلحة النووية والحد من التسلح النووي، يشاركون في وفد المفاوضات. رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واصل هجومه على إيران وانتقاداته لمحادثات جنيف بشأن برنامج طهران النووي، محذرا من تخفيف الحظر عليها. وأضاف نتنياهو أنه سيواصل حملته لمنع التوصل إلى اتفاق في الجولة المقبلة من المفاوضات بين إيران والدول الست، معتبرا أن أي اتفاق صفقة سيئة بالنسبة للجميع باستثناء إيران التي قال إنها لن تتراجع عن تطلعاتها النووية، داعيا الدول الست إلى استخدام المزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق جيد ينهي قدرات إيران النووية على حد تعبيره. سألتك بماذا يعني اعتراف وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بأن فشل المفاوضات سببه عدم توفير الضمانات الإسرائيلية، وما هي هذه الضمانات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعتقد أن الكيان الذي لديه أكثر عدد وأكبر كمية من الرؤوس النووية في العالم وهو الكيان الصهيوني، اليوم لديه صواريخ ذات رؤوس نووية، ومع بالغ الأسف هذا الكيان نراه في الأوساط الدولية لم يرى أي تضييقات ولم تكن أي تعاملات معه في التصدي لهذه نشاطاته النووية، لكن هذا الكيان الصهيوني اليوم يجرؤ بشكل على أن يتدخل في الشؤون الداخلية لدول مثل أمريكا وحتى الدول الأوروبية التي يجب أن تحافظ على مصالحها أولا، ولا يسمح هذا الكيان أن تكون أي منطقة آمنة في العالم وخالية من إراقة الدماء والاشتباكات. اليوم الكيان الصهيوني عرف أن مفاوضات 5+1 مع إيران لها توجه ناجح وتتجه نحو توقيع اتفاق سليم، يحاول بث هذه الفرقة بين إيران والمجموعة السداسية وبالتحديد المجموعة الأوروبية. لماذا؟ لأن هذا الاتفاق إذا ما وقع بين إيران والمجموعة السداسية فإن الكيان الذي سينعزل عن العالم هو الكيان الصهيوني، وهذا هو ما حمل الأمريكيين على أن يضعوا كل ما لديهم في خدمة الكيان الصهيوني. نعم سيد صفري، نعم، هل يعني هذا بأن يعني استمرار الخضوع الغربي للضغوط الإسرائيلية والتي قال عنها نتنياهو أنه سيواصلها في المفاوضات المقبلة؟
نعم بالتأكيد وهو كذلك، هذا يؤكد أن الغرب ما زال يرضخ تحت ضغوط الكيان الصهيوني، ومع الأسف وبدون تنسيق أي تنسيق مع الكيان الصهيوني لا يدخل لمثل هذه المفاوضات، ونحن نتألم ونتأسف لمثل هذه المجتمعات مثل أمريكا والاتحاد والاتحاد الأوروبي التي كرست وأوكلت كل خياراتها وضعتها تحت خيار نظام غير وكيان غير مشروع، ويريدون أن ويتحججون على خيارات البلدان المنطقة وعليهم أن يحتجوا، ونحن لا نهتم بأن هؤلاء يتبعون الضغوط الإسرائيلية أم لا. نحن المهم لنا هو أن النشاطات النووية السلمية الإيرانية هي سلمية، وتعمل إيران وتواصل نشاطاتها في إطار الـ NPT. فشاء الغرب أن يتعامل مع إيران أو لا يتعامل، ونحن نتطلع لعالم منزوع من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، ونأمل أن يقع ذلك ويحدث ذلك، ونطالب من الأمم المتحدة والمؤسسات الأممية والدولية أن يصدروا بيانا ضد هذا الكيان الصهيوني الذي يجب أن يحد من إنتاج أسلحته النووية، نعم، التي تعتبر أكثر الأسلحة تهديدا للأمن والسلم في العالم.